تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله. لدينا السند، نقوم بقراءة السند. شعر المعلم بامتعاض لما لاحظه من أوساخ، رغم جمال موقع المدرسة وهندسة بنايتها. ثم اتجه إلى حقائبه التي وضعها السائق أمام باب المدرسة، فلم يتركه مستقبلوه يرفع الحقائب وتسابقوا في حملها إلى الدار، وأبدوا للمعلم حفاوة وكثيرا من التعظيم. وكان وقاره ونظراته وهندامه تبعث فعلا في نفس من يراه الشعور بالاحترام. إذا نشرح السند. شعر المعلم بامتعاض لما لاحظه من أوساخ. إذا المعلم لما رأى الأوساخ غضب، غضب لما لاحظه من أوساخ، لما رأى الأوساخ غضب المعلم. رغم جمال موقع المدرسة وهندسة بنايتها، رغم أن المدرسة كانت جميلة إلا أنه لما رأى الأوساخ غضب هذا المعلم. ثم اتجه إلى حقائبه التي وضعها السائق أمام باب المدرسة، المعلم هو الذي ذهب اتجاه حقائبه. فلم يتركه مستقبلوه يرفع الحقائب، إذا الأشخاص الذين كانوا يستقبلون المعلم لم يتركوه يحمل الحقائب، بل هم تسابقوا في حملها إلى الدار، تسابقوا لكي يحملونها عنه. وأبدوا للمعلم حفاوة وكثيرا من التعظيم، إذا المستقبل المعلم احترموه واستقبلوا استقبالا جيدا مع كثير من التعظيم. وكان وقاره ونظراته المعلم وهندامه تبعث فعلا في نفس من يراه الشعور بالاحترام. إذا هذا المعلم نظراته وهندامه، الملابس التي كان يرتديها، أي شخص يراه يشعر اتجاهه بالاحترام، عند نظراته وهندامه تدل على أنه إنسان محترم، هذا هو المعلم. إذا ننتقل إلى أسئلة الفهم. أسئلة الفهم، السؤال الأول: هات عنوانا مناسبا للسند. إذا السند ها هو، نختار عنوان مناسب. السند يتحدث، أحسنتم، عن المعلم. المعلم يمكن أن نضيف المعلم الجديد، أنه جديد عن المدرسة. إذا عنوان مناسب هو المعلم الجديد. نكتب المعلم الجديد. مناسب للنص. الثاني: لماذا شعر المعلم بالامتعاض؟ إذا دائما أسئلة الفهم من السند، نبحث في السند. شعر المعلم بامتعاض لما لاحظه من أوساخ. إذا لماذا شعر المعلم بالامتعاض؟ إجابة، أحسنتم، شعر المعلم بالامتعاض لما لاحظه من أوساخ. نكتب شعر بالامتعاض لما له من أوساخ. إذا شعر المعلم بالامتعاض لما لاحظه من أوساخ. سؤال ثالث: استخرج من السند مرادف ما يلي، مرادف معنى الكلمة التالية: اللباس، الإحساس. إذا من السند دائما نبحث عن كلمة لها نفس المعنى لباس ونفس المعنى إحساس. نبدأ باللباس، نعيد قراءة السند ونبحث عن كلمة لها نفس المعنى لباس. شعر المعلم بامتعاض لما لاحظه من أوساخ، رغم جمال موقع المدرسة وهندسة بنايتها. ثم اتجه إلى حقائبه، نبحث عن لباس، التي وضعها أمام السائق أمام باب المدرسة، فلم يتركه مستقبلوه يرفع الحقائب وتسابقوا في حملها إلى الدار، وأبدوا للمعلم حفاوة وكثيرا من التعظيم. وكان وقاره ونظراته وهندامه، إذا هندام هما الملابس، اللباس معناه، أحسنتم، الهندام، الكلمة الثانية هي الإحساس. هندامه تبعث فعلا في نفس من يرى الشعور بالاحترام، الإحساس بالاحترام. الإحساس هو، أحسنتم، الشعور.
جدا. اللباس معناها الهندام الإحساس الشعور دائما من السنة. ننتقل إلى أسئلة اللغة. اعرب ما تحته خط في السند. إذا يوجد كلمات في السند تحتها سطر، التي تحتها خط نعربها. نبحث عن الكلمات. شعر المعلم، هذه الكلمة الأولى. الحقائب، كلمة ثانية تحتها سطر. إذا نعرب كلمة المعلم. شعر المعلم، المعلم هو اسم. أحسنتم، فاعل. شعر هو فعل. من الذي شعر بالامتعاض؟ هو المعلم. المعلم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا نكتب إعراب المعلم. فاعل مرفوع بالضمة، بالضمة الظاهرة على آخره. الضمة الظاهرة على آخر كلمة المعلم. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الكلمة الثانية الحقائب، نقرأ يرفع الحقائب. مستقبلوه يرفع الحقائب. سؤال، ماذا يرفع؟ يرفع الحقائب. أحسنتم، مفعول به منصوب بالفتحة. دائما نطرح سؤال ماذا يرفع؟ يرفع الحقائب. إذا الحقائب مفعول به منصوب. الحقائب مفعول به منصوب بالفتحة. الظاهرة على آخره. إذا نراجع، المعلم فاعل. من الذي شعر بالامتصاص؟ هو المعلم. امتعاضي، المعلم. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الحقائب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نواصل. حول ما بين قوسين في السند، دائما في السند، إلى جمع الإناث. إذا نبحث عن الجملة التي بين قوسين في السند ونحولها إلى جمع الإناث. نبحث عن الجملة. هذه الجملة بين قوسين، هما القوسين. ثم اتجه إلى حقائبه. إذا نبحث، من هو الذي اتجه؟ اتجه، هو اتجه. لدينا هو اتجه، هو مفرد مذكر. هي اتجهت، مفرد مؤنث. هما اتجها، مثنى مذكر. هما اتجها، اتجهتا، مفرد مثنى مؤنث. هم اتجهوا، جمع مذكر. هن اتجهنا، جمع مؤنث. إذا المطلوب هو تحول ما بين قوسين إلى جمع الإناث. إذا جمع الإناث هما، أحسنتم، هن. إذا كيف تصبح الجملة؟ هن اتجهنا، هو اتجه، هن اتجهنا إلى حقائبهن. هن حقائبهن، اتجهنا إلى حقائبهن، جمع النساء هن. إذا نكتب جمع الإناث هي هن. ثم اتجهنا إلى حقائبهن. جمع الإناث هن. نواصل. أكمل الناقص. كتبت التاء مربوطة في كلمة مدرسة. كلمة مدرسة
تاء مربوطة. المطلوب هي لأنها، لماذا كتبت التاء مربوطة؟ إذا مدرسة هي عبارة عن اسم، مدرسة هي اسم، كذلك هي اسم مؤنث، مدرسة، قطة، سيارة، كلها أسماء مؤنثة، إذا هو اسم مؤنث. وكذلك مفرد، مدرسة مفرد، مدارس جمع، إذا لأنها اسم مفرد ومؤنث. إذا لماذا كتبت التاء مربوطة في كلمة مدرسة؟ لأنها جاءت، تاء هذه، لأنها جاءت مع اسم، كيف هو هذا الاسم؟ مفرد مؤنث. دائما لما يكون لدينا اسم مفرد مؤنث، مدرسة، سيارة، طبيبة، معلمة، كلها أسماء مفردة مؤنثة، تاء تكون فيها في آخر الكلمة تكون مربوطة. الوضعية الإدماجية، بالنسبة إلى الوضعية الإدماجية المطلوب هو أكتب فقرة لا تقل عن 8 أسطر، إذا على الأقل 8 9 حتى 10 أسطر، واصفا فيها معلمك أو معلمتك، تصف فيها معلمك، موظفا جملة تعجبية وأخرى استفهامية. إذا في الفقرة يجب استعمال جملة تعجبية وأخرى استفهامية. إذا دائما سوف أعطيكم بعض الأفكار وتقومون بكتابة فقرة لوحدكم. إذا الفقرة دائما تبدأ بالمقدمة، مثلا تبدأون معلمتي بدأت معي مشواري الدراسي منذ السنة الأولى، ثم تقول فهي من علمتني القراءة والكتابة والحساب، إذا هذه عبارة عن مقدمة. بالنسبة للصفات، من بين صفات المعلمة، معلمتي نشيطة مثلا، صبورة، حنونة، عادلة، كلها صفات المعلمة. كذلك معلمتي تعلمنا الأخلاق الحسنة وتعلمنا كيف ننظم وقتنا. بالنسبة للجمل التعجبية، جملة تعجبية يمكن استعمال ما أطيب معلمتي، ما أطيب معلمتي، جملة تعجبية. بالنسبة للجملة استفهامية فيها علامة استفهام، نقول مثلا فلماذا لا نجتهد كي تكون فخورة بنا معلمة، فلماذا لا نجتهد كي تكون فخورة بنا، إذن هذه جملة استفهامية. جملة تعجبية قلت ما أطيب معلمتي، أعطيتكم بعض الصفات، صبورة، حنونة، عادلة، نشيطة، وتبدأون بالمقدمة. إذا المقدمة تكون الصفات وتستعملون جملة تعجبية وجملة استفهامية. أعطيتكم بعض الأفكار، كل تلميذ يحاول كتابة فقرة ويمكن إضافة أفكار أخرى. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.